أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: غيرت اسمي قبل أكثر من 40 سنة لظروف خاصة، ووضعت اسم عمي بدلا من اسم والدي في بطاقة الأحوال، والآن أريد تعديل اسمي، وبعد موافقة الجهات المختصة رأوا أنه لا بد من تعديل أسماء جميع أبنائي وأحفادي، والسؤال: هل يجوز لي البقاء على اسمي بدون تعديل؟ لا، لازم تعدل هذا الشيء. انتسابك إلى غير أبيك هذا كبيرة من كبائر الذنوب، في وعيد شديد، فعليك أن تتعدل وتتوب إلى الله عز وجل وتعدل أسماء أبنائك، تترك هذا العمل. بعضهم يفعله من باب الاحتيال على أخذ المال، وعلى وهذا أيضا جريمة أخرى، وهو الكذب وأخذ المال بالاحتيال. والانتساب إلى غير أبيه هذا في وعيد شديد والعياذ بالله. نعم.